بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الميديكيتد سيربز، وقلنا السيربز عبارة عن concentrated aqueous solution of sugar mainly sucrose، وقلنا ان عندي main components بالاضافة للسكروز لازم يكونوا included في البربريشن او في الفورمولا الخاصة بالسيرب، زي البولي اولز او البولي هيدريك الكولز، زي السوربيتول والجليسرول، ودول بيحققوا لي شرط اللي لازم يكون متوفر في اي سيربز اللي هو الفيسكوستي والسويتنس. وقلنا دول هيكونوا افيلبل او متاحين او اقدر استخدمهم فور نون دايابيتيك بيشنت. ليه؟ لان الماتيريالز دي سواء السكروز او الجليسرول او السوربيتولز بنقول عليهم جلايكوجينيك ماتيريالز، يعني بيتحولوا لجلوكوز في البلازما، وبالتالي ما اقدرش استخدم البولي اول دول فور دايابيتيك بيشنتس. طب الدايابيتيك بيشنتس قلنا لا، بستخدم بعض الماتيريالز الاخرى اللي بتحقق لي شورت الفيسكوستي والسويتنس، زي السليلوز ديريفاتيفز، ودول بيعلوا لي الفيسكوستي. اما بالنسبه لي السويتنس فبحققه باستخدام الارتفيشال سويتنر. تمام. طيب النهارده هنكمل مع بعض موضوع السيربز، وبعد كده هنتكلم على النون اكيوس سوليوشن. طيب بالنسبه لي التايبس اوف سيربز، عندي سيمبل سيرب وده كونتينز اونلي سكروز ديزولفد كومبليتلي في الووتر. عندي فلافرد سيرب وده عباره عن سيمبل سيرب وضايف فيه فلافرنج ايجنت، بس برضو مازال انا ما عنديش اي اكتيف انجريدينت. عندي ميديكيتد سيرب وده النوع الثالث، وده عبارة عن سيرب كونتيننج اكتيف انجريدينتس بالإضافة لإيه؟ بالإضافة برضو للفلافرنج ايجنت. يبقى سيمبل سيرب لو شوجر ووتر بس، فلافرد سيرب شوجر وفلافرنج ايجنت دايبين في المية، ميديكيتد سيرب شوجر لو سكروز وفلافرنج ايجنتس واكتيف كونستيتوينتس، كل دول كومبليتلي ديزولفد فين؟ في الووتر. وعايز افكركم بحاجة، ان احنا المحاضرة اللي فاتت قلنا ان غالبا السيرب بيكون نيرلي ساتوريتد، وقلنا عشان اقدر اقول ان السيرب ده كومبليتلي ساتوريتد نسبه الشوجر بتكون 85% ويت بير فوليوم، ده اكوردنج تو اليو اس بي والبريتش فارماكوبيا، 85% ويت بير فوليوم، يعني لو دوبت 85 جرام في 100 مللي او 850 جرام في 1000 مللي، ده اكوردنج تو اليو اس بي والبريتش فارماكوبيا، وده شو كل شغلنا بيبقى according to USP والبريتش فارماكوبيا، according to الايجيبشن فارماكوبيا، شغالين مش ويت بير فوليوم، لا ويت بير ويت. طب كام النسبه بالظبط؟ 66.7 ويت بير ويت، يعني لما تيجي تدوب 66.7 جرام وتكمل ببيوريفايد ووتر اب تو 1000 جرام. كويس كده. لكن شغلنا ومسائلنا اللي هناخدها كمان شويه، كل شغلنا بيكون على ان الساتوريتد سوليوشن بيكون 85% ويت بير فوليوم، ده بالنسبه للسيمبل سيروم. ده معناه ان لو زودت السكروز عن ال 85 جرام في ال 100 مللي هيحصل ايه؟ يحصل كريستاليزيشن، وقلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت. تيجي تفتح التب او الكلوجر، الغطاء بتاع البوتل اللي موجود فيها السيروم، تلاقي فيه كريستالز من السكروز، وده ما ينفعش. طيب عشان كده قلنا دايما ايه؟ قلنا دايما ان السيمبل سيرب او السيرب بيكون ايه؟ نيرلي ساتوريتد، يعني ممكن يبقى 60% 70% 65%. طيب الاديتيفز او الاكسبيانس اللي ممكن اضيفها كمان وانا بعمل فورميوليشن للسيرب، عندي فلافرنج ايجنت زي الاورنج اويل، الفانيلين، عندي كالرنج ايجنت زي الجرين ويز مينت، براون ويز شوكليت، وهكذا. عندي انتي مايكروبيال بريزرفيتيف، طبعا لازم اعمل بريزرفيشن للسوليوشن، لازم اعمل بريزرفيشن للسيرب. طيب ومعلومه انت لازم تبقى فاهمها كويس قوي، انا لو انا عندي ساتوريتد سوليوشن، او احنا زي ما كنا بنقول ان السوليوشن ميديوم كويس جدا للجروس اوف مايكرو اورجانيزم، وبالتحديد الووتر هي ميديا كويسه للجروس اوف مايكرو اورجانيزم، ده بسبب ايه؟ بسبب وجود فري ووتر. لكن الووتر دي لو لودد ويز سوليوت، يعني لو في سوليوت دايب فيها، خلاص ما بقتش ميديا كويسه للمايكرو، ما بقتش ميديا اصلا للمايكرو اورجانيزم جروس. بمعنى لو انت مستخدم ساتوريتد سيرب
ساتيوريتد سيرب، يعني 85 جرام من السكروز دايبين فيه 100 مللي ميه، ده معناه ان انت عندك ايه؟ ساتيوريتد سوليوشن. ده معناه ان انت ما عندكش اي فري ووتر، ده معناه ان ما فيش اي ميديا اصلا للمايكرو اورجانيزم جروس، يبقى انت مش محتاج بريزرفيتيف. لكن لو نسبه، وغالبا بتكون كده في معظم السيربز اللي في الماركت، لو نسبه السكروز اقل من 85% ويت بير فوليوم، فانت كده هيبقى عندك فري ووتر. تمام، وهي دي فكره المسائل اللي هنشوفها دلوقتي. فالفري ووتر دي ميديا طبعا جود ميديا فور مايكرو اورجانيزم جروس، فلازم اعمل بريزرفيشن للكميه دي من الفري ووتر، هم دول بس اللي بعمل لهم بريزرفيشن. هنشوف ازاي. يبقى انا دلوقتي لو عندي سيرب نيرلي ساتوريتد او ساتوريتد، فانا مش محتاج بريزرفيتيف، ده بسبب ان ما عنديش اي فري ووتر، لكن لاي سبب من الاسباب عملت دايليوشن، فنسبه او السيرب بتاعك ما بقاش ساتوريتد، بقى نسبه السكروز بقت 60 65، فاصبح عندك فري ووتر. تمام كده، فالميديوم كلها بقت اكسلنت ميديوم فور مولد جروس، وبالتالي محتاج اضيف ايه؟ بريزرفيتيف. طيب البريزرفيتيفز اللي بنقدر نضيفها عشان نعمل بريزرفيشن للسوليوشن بالسيتابل كونسنتريشن اند برسنتج ويت بير فوليوم، عندي بنزويك اسيد بستخدمه بنسبه 0.1% ويت بير فوليوم. لازم تعرف النسب دي كويس جدا جدا جدا، هتحتاجها في المسائل. سوربيك اسيد بستخدمها بنسبه 0.2% ويت بير فوليوم، ايثانول بستخدمه بنسبه 20% ويت بير فوليوم، والفينول بنستخدمه بنسبه 0.5% ويت بير فوليوم. طيب تعالوا نشوف المساله، وهناخد مسالتين موجودين عندك في الكتاب في النوت، هتحلهم. ده من الاكتيفيتيز اللي عليها درجات. تمام كده، وليهم ايفالويشن لوحدهم خلاص، فلازم تسلمهم ان شاء الله باذن الله السكشن الجاي خلاص، اللي هو هيبقى بدايته السبت الجاي. طبعا ده احنا اونلاين السبت اللي وراه، لازم او يعني اول يوم لينا بعد المحاضره دي تمام في الجامعه، هتسلم الايه؟ هتسلم الاساينمنت ده، وهتسلم الايه؟ المسالتين اللي هما قدامك حاليا دول. كويس كده. طيب ده مهم مهم جدا، ومحدش يقول ما انا ما عرفتش. المحاضره دي هتبقى افيلبل بالنسبه لك، فانت سمعتني اهو انا بقول ان عندك مسالتين هيتسلموا يوم، طبعا كلهم في سكشنه، كل واحد هيسلم في سكشنه خلاص، بره سكشنك مش مسموح، هتروح للدكاتره في ميعاد تاني مش مسموح. تمام. تعالوا نشوف المسألة دي بتقول ايه. How to calculate the amount of preservative required for preparation. تمام كده. طيب عايزين نحضر، او الفكرة كلها ان انا بسألك على كمية البريزرفتيف المطلوبة عشان اعمل بريزرفيشن او احضر سوليوشن او احضر سيرب بالنسبة اللي هقولك عليها. الاماونت يوز اوف بريزرفيتيف، الكميه اللي هستخدمها، ودي بقى دي كلمه السر او ده الكي او ده المفتاح اللي هيحل لك بيه المسائل، ديبند على الاماونت اوف فري ووتر زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. ده ديبند على الاماونت اوف فري ووتر، يبقى الشوجر كونسنتريشن لازم يكون less than 85% ويت بير فوليوم عشان ابقى عارف ان انا كده مضطر ان انا هضيف بريزرفيتيف. تعالوا نشوف اكزامبل هنفهم اكتر. نقول ايه؟ هاو ماتش بنزويك اسيد شود بي ادد، يعني انت محتاج بنزويك اسيد قد ايه عشان تعمل بريزرفيشن ل 60% ويت بير فوليوم سكروز سوليوشن. يعني انت بتحضر سيرب بالبلدي كده تركيزه 60% ويت بير فوليوم، انت محتاج بنزويك اسيد قد ايه؟ الفكره خلاص احنا فهمنا. هنشوف انا دلوقتي عندي فري ووتر قد ايه. طب دي احسبها ازاي بقى؟ احنا عندنا معلومه بتقول ان لما يبقى عندي سوليوشن، السوليوشن ده او عندي سيرب نسبته 85% ويت بير فوليوم، فانا كده ما عنديش فري ووتر، صح كده؟ او بمعنى اصح ان الاماونت اوف ووتر، الاماونت اوف ووتر which is preserved by this amount of sugar، يعني 85 جرام من السكروز بيعملوا بريزرفيشن ل 100 مللي من الووتر، صح؟ دي معلومه احنا عارفينها. يبقى ال 60% او ال 60 جرام سكروز هيعملوا بريزرفيشن للووتر قد ايه؟ طبعا طرفين في وسطين، هتجيب النسبه دي، او دي عباره عن ايه بقى؟ دي عباره عن دي، هل دي الفري ووتر؟ لا طبعا، ده بالعكس، ده دي اللودد ووتر، دي الكميه اللي دايب فيها او اللي بتدوب 60 جرام من السكروز، او عايز تقولها باكسبريشن تاني ان 60 جرام من السكروز اللي انا ضايفهم
بيعملوا بريزرفيشن ل 70.6 مللي. طيب انا عندي قد ايه؟ انا عندي 100 مللي، يبقى الاماونت اوف فري ووتر او الفري ووتر ريمينز هتساوي 100 مللي ماينس ال 70.6، هيبقى انا عندي فري ووتر قد ايه؟ 90.4 مللي. انا هنا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف هضيف بنزويك اسيد قد ايه عشان اعمل بريزرفيشن لكميه الفري ووتر دي اللي هي 29.4 مللي. طيب هعرفها ازاي دي؟ انا عندي هنا معلومه بتقول ان البنزويك اسيد 0.1% ويت بير فوليوم، بستخدمه بالنسبه دي، يعني 0.1 جرام من البنزويك اسيد بيعملوا بريزرفيشن ل 100 مللي. طب هل انا عندي هنا 100 مللي؟ لا، عندي 29.4. يبقى هقول ديبند على النسبه اللي انا عارفها وحافظها ان 0.1 جرام من البنزويك اسيد بيعملوا بريزرفيشن ل 100 مللي، يبقى ال 29.4 مللي فري ووتر محتاجين قد ايه بنزويك اسيد؟ نفس الكلام طرفين في وسطين، وبجيب كميه البنزويك اسيد، هو ده المطلوب في المساله. يعني مساله سهله ما فيهاش حاجه، ديبند ان انا افهم يعني ايه فري ووتر، ديبند ان انا افهم يعني ايه ساتيوريتد سيروب، تمام كده. وعندي مسالتين هنا خلاص لازم اعرف اشوف، يعني نفس الفكره تقريبا خلاص بس بشكل تاني. فانت عندك مسالتين زي ما قلنا هتحلهم وهتسلمهم ان شاء الله المعمل الجاي. طيب ازاي بقى بحضر السيرب؟ عندي 4 ميثودز من خلالهم بقدر اعمل بريباريشن للسيرب. اول حاجه بعمل، او اول ميثود عندي solution of ingredient with aid of heat، يعني بدوب كل الانجريدينتس بمساعده الهيت. الميثود الثانيه solution of ingredient by agitation checking برج without the use of heat، بدون ما استخدم هيت خالص. addition of sucrose to a prepared medicated liquid or to a flavored liquid، يعني هنا بيقول لك بتجيب الماده الفعاله الاكتيف كونستيتوينت والفليفرنج ايجنت، تدوبهم في الميه وبعد كده بتضيف عليهم السكروز، وهنشوف ازاي. وعندي بيركوليشن او الترشيح، وهنشوف دي برضو ازاي بستخدم الميثود دي عشان احضر السيرم. تعالوا نشوف اول ميثود عندنا اللي هي سوليوشن اوف انجريدينت ويز ايد اوف هيت. طبعا من مميزات الميثود دي ان هي كويك ميثود، طبعا استخدام الهيت الهاي تمبريتشر بيسرع لي عمليه السوليبلايزيشن. طبعا بستخدمها بس لو السيرب كومبوننتس او الانجريدينتس بنقول عليهم ايه بقى؟ هيت ستيبل او نوت دامجد اور فولاتيلايزد باي هيت، يعني ما عنديش، ما ينفعش يبقى عندي اي فولاتيل سبستنس، لان في وجود الهاي تمبريتشر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فولاتيلايزيشن، تمام؟ وما ينفعش يبقى عندي هيت سنسيتيف ماتيريال، لان في وجود الهيت سنسيتيف، في وجود الهيت هيحصل ايه؟ ديجريديشن. فاللي بيحصل ان انا بجيب الشوجر سكروز والبيوريفايد ووتر، حطهم اعمل لهم ميكسنج مع بعض وابدا اسخن لحد ما يحصل كومبليت ديزولفنج للشوجر. بقى عندي هوت سيرب بضيف عليه، خلي بالك هيت ستيبل سبستنس، هيت ستيبل يعني هنا لازم السبستنس دي ما بتكونش بتتكسر بالحراره، لان لو حطيتها على الهوت سيرب وهي بتتكسر بيحصل لها ديجريديشن، خلاص راحت مش موجوده. وبعد كده ابدا اعمل كولينج واعمل ادجاست الفوليوم ويز بيوريفايد ووتر. دي طريقه تحضير الايه؟ السيرب ويز ايد اوف هيت. بس خلي بالنا في بعض الملاحظات لازم ناخد بالنا منها، ان الاكسسيف هيت شود بي افويدد، خلي بالي ما سخنش قوي عشان ما يحصلش شوجر انفيرجن. يعني ايه شوجر انفيرجن؟ بيحصل هيدروليسيس للدايساكرايدز اللي هو السكروز وبيتحول لتو مونوساكرايدز جلوكوز وفركتوز. طب ايه مشكلتهم دول؟ ان في الحاله دي الكالر للسيرب بيغمق، بيحصل له داركنز، ده بسبب الافكت اوف هيت على الفركتوز بورشن اوف انفيرتد شوجر، تمام؟ يبقى خلي بالي لو عملت اكسسيف هيتنج بيحصل شوجر انفيرجن، السكروز بيتحول لجلوكوز وفركتوز، والافكت اوف هيت على الفركتوز بيخلي الشوجر، بيخلي السيرب لونه بيبقى ايه؟ دارك، بيغمق. طيب بالنسبه للميثود الثانيه وهي سوليوشن اوف انجريدينت باي اجيتيشن وذاوت يوز اوف هيت، طبعا هي تايم كونسيومنج، هتاخد وقت اكبر، ولكن الييلد بتاعي السيرب بتاعي اللي انا حضرته شو ماكسيمم ستابيليتي، مش هبقى خايف ان في كومبوننت يحصل له ديجريديشن باي ايه؟ باي هيت. هنا بعمل ايه؟ بجيب السكروز والاذر انجريدينت بعمل لهم ديزولفنج في بيوريفايد ووتر، بحط كل الكومبوننت في فيسل تانك يعني لارجر ذان الفوليوم اوف سيرب. ليه؟ عشان يحصل ايه؟ اجيتيشن اوف ميكتشر. يعني ما اجيبش مثلا تانك بيشيل 10 لتر واحط جواه 10 لتر. طب لما اجي اعمل تشيكنج فين الجاب، فين المساحه اللي هيتحرك فيها
الايه السيرب ويحصل له اجيتيشن او تشيكنج. فعشان كده لازم بختار فيسل الفوليوم بتاعته الكباستي بتاعته larger than الفوليوم اوف ايه اوف سيرب. الميثود الثانيه ان اديشن اوف سكروز تو ا بريبيرد ميديكيتد ليكويد اور تو فلافرد ليكويد. يعني هنا باختصار بيقول لك بتجيب البيوريفايد ووتر تحط فيها الماده الفعاله والفلافرنج ايجنت تدوب كويس وبعد كده بتعمل اديشن للسكروز. الميثود الثانيه او الميثود الرابعه بقى اللي هي البيركوليشن، وهنا فيها زي ما انت شايف بيبقى عندي تانك تمام، وببدا اخلي التانك ده زي ما انت شايف الجزء اللي تحت دوت هو السكروز والجزء اللي فوق هو الايه بيوريفايد ووتر او ووتر ومدوب فيها الماده الفعاله دراج سوليوشن. يعني بخلي البيوريفايد ووتر او دراج سوليوشن بيرميتد تو باس سلولي يعدي على الايه بيد اوف كريستالاين سكروز. يعني هنا بيبقى فيه السكروز بتاعي محطوط في البيركوليتور، الجهاز ده بنسميه بيركوليتور خلاص، وبالتالي البيوريفايد ووتر اللي بتعدي على السكروز بتبدا تعمل ديزولفنج وبتكون لي السيرب. مهم قوي ان انا عند النك في اخر البيركوليتور لازم يكون عندي بيس اوف كوتون او فلتر بيبر او ما شابه عشان امنع الباسج اوف انديزولفد سكروز، لان هيبقى فيه سكروز ما دبش ما ينفعش يعدي والسيرب بتاعي يبقى فيه انديزولفد ايه سكروز. ده شكل اهو بيبقى عندي تحت هنا السكروز وفوق بيوريفايد ووتر، لما بيعدي بيكون لي او بيتكون عندي الايه بيتكون عندي السيرب. بيبقى هنا عندي عند النك هنا بحط بقى فلتر بيبر او بيس اوف كوتون. طيب ده بالنسبه للسيربز او كل دي كل الداتا اللي انا عايزك تكون عارفها عن الايه السيرب. تعالوا نشوف الاذر، احنا فين بقى يا جماعه عشان الناس ما تتوهش. لما كنا قسمنا زمان او المحاضره اللي فاتت قسمنا الاكيوس سوليوشن لقسمين تو كاتيجوريز سمبل اند ايفرفيسنت ميكتشرز، واتكلمنا فيهم عن الجرجلز والماوس ووش والانيماز والدوشز والنيزل والاوفسالميك والاوتيك سوليوشن فاكرين كل الكلام ده كله اتكلمناه. وكانت الكاتيجوري الثانيه كان فيها ايه بقى كنا بنسميها سويت اور فيسكيد اكيوس سوليوشن، ودي كان فيها السيربس واللينكس والميوسلج والجيلز. اتكلمنا عن السيربس ونشوف اللينكس زي ما بقول لك كده، وانت بتذاكر حط زي شجره كده وعشان تعرف انت فين تمام عشان ما تتوهش. اللينكس ده عباره عن فيسكس بريبريشن زي ما انت شايف اهو، يوزوالي بريسكرايبد فور ريليف اوف كاف اند سور ثروت، بس مش منتشر قوي رير. كل اللي جاي دوت سواء اللينكس او الجيلز او الميوسلج بنعتبرهم رير دوزج فور. بيتكون من سمبل سوليوشن اوف اكتيف انجريدينت ماده فعاله، ده يبقى فيه بيوريفايد ووتر. خلي بالك في هاي كونسنتريشن اوف سكروز يعني يشبه شويه الايه السيرب، ما حددتش هنا النسبه كام. بيبقى عندي سويتنينج ايجنت ممكن هنا ديزاين تو بي ادمنسترد ان مالتيبل اوف 5 مل، يعني عايز يقول لك ان البيشنتس بيبدا ياخد ايه فريكوينت دوزز كل دوز تقريبا 5 مللي، لازم should be sipped slowly يرتشف ببطء يعني not diluted beforehand ما تعملوش dilution تستخدمه زي ما هو. ليه demulcent action ملطف action ليه effect ملطف على mucous membrane of throat for diabetic patients، بستبدل طبعا السكروز بايه artificial sweetener او بنسميهم synthetic sweetener. examples ليه links الكودايين links in sucrose syrup. نيجي بعد كده للميوسلج، ودي عباره عن سيك فيسكيد ادهيزيف ليكويد. بنحضرها ازاي؟ بعمل ديسبيرشن لجم او جيلينج ايجنت في الووتر، او بعمل اكستراكشن للميوسلجينس برنسبل من فيجيتابل سبستنس ويز ووتر خلاص كده. يعني يا اما الميوسلج بيبقى جاهز فاعمله ديسبيرشن في ميه، او بعمل له اكستراكشن من ايه فيجيتابل سبستنس. وعشان الميوسلج دايما معرضه ان يحصل لها ديكومبوزيشن وبالتالي بيحصل ديكريز في الفيسكوستي اون ستورج، فعشان كده لازم احضرها بكميات زي ما بنقول كده على القد، ما ينفعش احضرها بكوانتيز لارجر ذان كان بي يوزد ايميديتلي. يعني انا هستخدم مثلا 20 مللي دلوقتي 50 مللي، فبحضر على الايه على القد. لو هتستخدم او هتحضر كميات كبيره فلازم تعمل بريزرفيشن للميوسلج. طيب نيجي للجيلز، وهي تشبه بشكل كبير الجيل، هي زي ما بنقول اهو كلاس اوف جيل. وزي ما قلنا زمان ان الجيلز عباره عن تو كومبوننت سيستم ريتش ان ليكويد، بيبقى عندي بوليمر او جيلنج ايجنت في كميه كبيره من الايه الووتر، يبقى عندي هاي بروبورشن اوف ليكويد يوجوالي ووتر خلاص، شبه الميوزلج الى حد ما، بنحضرها بنفس الجيلنج ايجنت نفس الجم، لكن بتختلف في الكونسيستنسي بتبقى شبه الجيلي شويه او ليها جيلي لايك كونسيستنسي. طب البوليمرز او الجيلنج ايجنتس اللي بيكونوا لي الجيلز زي ايه؟
الاكاشيا، الجيلاتين، كاربوكسي ميثايل سيلولوز، والهيدروكسي ايثايل سيلولوز. تمام، الافكت بتاع الميوسلج والجيلس تقريبا واحد، ان هم ليهم ديمالسنت، خلاص، اللوبريكانت، انتي سيبتيك اكشن اون ميوكاس ميمبرينز. كده يبقى احنا خلصنا الكاتيجوري الثاني من الايه، من الاكيوس سوليوشن. اللينكس والميوسلج والجيلس دول بنعتبرهم رير دوزج فورم، يعني ايه، مش هتلاقيهم منتشرين بشكل كبير في الصيدلية. تمام، هنيجي بعد كده للنون اكيوس سوليوشن. طيب بالنسبة بقى للنون اكيوس سوليوشنز، فهي عبارة عن سوليوشنز، تمام، ولكن السولفنت اذر ذان ووتر. اي سوليوشن السولفنت فيه غير الووتر فبعتبره نون اكيوس سوليوشن. يبقى different solvents بستخدمها other than الووتر، بستخدمها بديفرنت كوانتس في الفورميوليشن، فور اكزامبل زي الايثانول، الجليسرين، بروبايلين جلايكول، اويلز، ليكويد بارافين، ايزوبروبايل الكحول، بولي ايثيلين جلايكول، ايثر، استرز. هنشوف الديفرنت دوزج فورم اللي موجوده في الصيدليه في الماركت بتمثل لي نون اكيوس سوليوشن. لو انا عندي السولفنتس او لو انا هستخدم النون اكيوس سوليوشن ده فور انترنال يوز، ما ينفعش استخدم اي سولفنت او اي نون اكيوس سولفنت وخلاص، لا، ممكن استخدم ايثانول، جليسرين، بروبايلين جلايكول، اويلز، ليكويد بارافين فقط لا غير. اما الباقي دول لو انا بشتغل بالنون اكيوس سوليوشن فور اكسترنال يوز، يبقى اكسترنال يوز ممكن اللي هم بالريد كولر دول، بالاضافه طبعا للايثانول والجليسرين والايه والاذر سولفنت. طيب هو انا ليه بحتاج النون اكيوس سوليوشن او ليه بحتاج النون اكيوس سولفنت؟ طب ما ادوب في ميه وخلاص، لان انا مش طبيعي، وده طبيعي ان كل الكومبوننتس اللي عندي او كل الانجريدينتس او معظم الانجريدينتس بيكون ليها بور ووتر سوليبيليتي. طبيعي يا جماعه، يعني معظم الانجريدينتس اللي عندي بيكون ليها بور ووتر سوليبيليتي. فعشان اتاكد ان حصل كومبليت سوليبيليتي لكل الانجريدينتس ات اول ستورج تمبريتشرز، فبضطر ان انا استخدم مثلا حاجه زي الايثانول او ما شابه. عندي بعض الدراجز كمان بتكون انستابل في الايه، في الاكيوس ميديوم. تمام، يعني لو الدراج قعد فتره طويله حصل دايركت كونتاكت بين الدراج والووتر بيحصل ديجريديشن وديكومبوزيشن للماده الفعاله. في بعض الاحيان ببقى انا محتاج ديبوت اكشن، اكشن ممتد المفعول، فالووتر مش هيحقق لي الغرض ده، فبستخدم اويل، بستخدم اويلي فيكل ده بروفايدز ديبوت اكشن فور انجكشن، لو انا محتاج الايه، محتاج الريسبونس بالشكل ده. بنقسم النون اكيوس سوليوشنز، عشان كده قلت لك كل التقسيمات دي مهمه ولازم تبقى في دماغك عشان وانت بتذاكر تبقى فاهم كويس. عندي لو السولفنت بتاعي جليسرين، لو انا هستخدم سولفنت جليسرين بنسميها جليسرين سوليوشنز او جليسرايدز. ممكن السولفنت بتاعي يبقى الكحوليك اور هيدرو الكحوليك سوليوشن، يعني ممكن استخدم ايثانول بس او ايثانول وميه بنسب معينه زي الاليكزيرز، تينكتشرز، spirits، ونشوف الفرق بينهم ايه. ممكن السولفنت بتاعي يبقى ايثر، ايثيريال سوليوشن، وده بنسميه كولوديونز. ممكن السولفنت يبقى اويلي فيكل، فبنسمي السوليوشن اولياجينس سوليوشن زي الليمنتس والاوليو فيتامينز. هنبدا بقى نمسك ايه، نمسك دوزج فورم واحد واحد كده ونشوف قصته ايه وايه المعلومات اللي انا عايزك تبقى عارفها كويس عن الايه، عن الدوزج فورم ده. نبدا بالجليسرايدز او بنسميها الجليسرينز، وواضح كده من اسمها ان هي عباره عن نون اكيوس سوليوشن. تمام كده، كونتيننج نوت ليس ذان 50% باي ويت اوف جليسرين، نسبه جليسرين سولفنت عندي هنا جليسرين. يبقى الجليسرايدز عباره عن سوليوشن اور ميكتشر اوف ميديسينال سبستنس، المواد الفعاله اللي عندي، ان نوت ليس ذان مش اقل من 50% باي ويت اوف جليسرين. تمام، طيب معظم الجليسرايدز هتلاقي اكستريملي فيسكس، طبعا نسبة الجليسرين كبيرة مش اقل من 50% من الفوليوم او الويت اللي عندك. لدرجة بيكون ليها جيلي لايك كونسيستنسي، طبعا نسبة الجليسرين عالية فبتخلي البريبريشن هيفي، ليها جيلي لايك كونسيستنسي، وبسبب الهاي بيرسنتج اوف جليسرين فبنقول ان الجليسرايدز او البريبريشن دي فيسكس، هايجروسكوبيك. يعني ايه هايجروسكوبيك؟ بتحب المية، heavy preparation، وعشان هي hygroscopic لازم اعمل لها storage و dispensing في tightly closed container. طيب ايه الادفانتجز اللي بيقدمها لي الجليسرين في البريبريشن دي؟ ليه يعني استخدمت الجليسرين ما استخدمتش ميه، ما استخدمتش اي حاجه تانية؟ بنقول ان الجليسرين valuable vehicle،
طب ليه؟ لأنه بيكون لي permanent and concentrated solution ما بقدرش أحصل عليها by other solvent. بمعنى برضو يعني إيه permanent and concentrated؟ permanent يعني solution هيفضل أثناء فترة الاستورج في كل الكونديشن أو كل أو different condition أو storage conditions هيفضل permanent ثابت، مش هيحصل precipitation أو حاجة. concentrated هنا عايز يقولك إن أنا بقدر أضيف كميات كبيرة من الأكتيف constituent من السوليت الجليسرين. ده بسبب ايه؟ ان الجليسرين بنعتبره، واحنا قلناها قبل كده، ان الجليسرين بنعتبره بولي اولز، بولي هيدريك الكولز، فيه هيدروكسيل جروب كتير جدا، دي تدوب لك كميات كبيره من السوليوت. عشان كده بنقول انه بيكون لي كونسنتريتد سوليوشن ما اقدرش احصل عليه باي سولفنت تاني. خلاص كده يبقى السولفنت باور بتاعته عاليه، اللونج سوليوشن اوف جريتر سترينث. اهو نفس الكلام، ان انا بقدر احضر كونسنتريتد سوليوشن او سوليوشن اوف جريتر سترينث، نفس الكلام. خلاص، وده ما بقدرش احصل عليه لو انا بستخدم سولفنت زي الووتر او الالكولز اللي بيكون ليهم كاباستي معينه او ليهم سوليبيليتي معينه، ما اقدرش اعدي الليمت دوت. خلاص. طيب كمان من مميزات الجليسرين ان هو امبورت سويتنس تيست او سويتنس تو سوليوشن، كمان اكت اس بريزرفتيف، الكلام ده قلناه قبل كده، وما بيحصلوش رانسيديتي. كل ده من مميزات الجليسرين. كمان الجليسرينز او الجليسرايدز ميسبل ويز ووتر، لان الجليسرين ميسبل ويز ووتر. عشان كده ممكن احضر منها او سيرف از ستوك سوليوشن which may be diluted readily with water or alcohols. يعني ممكن احضر منها ستوك سوليوشن الجليسرايد زي ما هي، وقبل الاستخدام ممكن اعمل دايليوشن بووتر او بالكولز على حسب ما انا عايز، وممكن استخدمها طبعا زي ما هي. طيب اكزامبلز للاوفيشال جليسرايدز، اول حاجه الستارش جليسرايدز او بنسميها جليسرين اوف ستارش، دي بتكون من ستارش وبنزويك اسيد ديستيلد ووتر، وبكمل بجليسرين اب تو 100 جرام. ما يهمنيش يعني، يهمني الكومبوننتس لكن ما يهمنيش الكميات قوي، مش لازم تحفظها يعني، بس تعرف ان في حاجه اسمها جليسرين اوف ستارش بتتكون من ايه، وان هي لازم تبقى فريشلي بريبيرد. شكلها عامل ازاي؟ ترانسليوسنت، شفافه، جيلي لايك ماس، تتكون من ستارش بيست في جليسرين. ستارش بيست يعني بجيب الستارش والبنزويك اسيد اعملهم ميكسينج مع بعض، وببدا اعمل بيست بالووتر، وبعد كده الستارش بيست دي ابدا اضيفها في الايه جليسرين واعمل واقلب يعني. تمام. طيب استخدام الجليسرين اوف ستارش ايه؟ اكت از ايموليانت اند ديمولسنت. تمام كده. ممكن كمان استخدمها كفيكل فور اذر medicinal substance to be employed locally. يعني الجليسرين اوف ستارش دي غالبا استخدامها بيبقى topically locally، ليها emollient و demulcent effect على الميوكوس ممبرين وعلى السكين كمان. ده البيز او ده كله بي، انا هنا ما عنديش درج، هي كلها على بعضها بتستخدم كemollient و demulcent، لكن في بعض الاحيان ممكن استخدم ان كل دي اعتبرها vehicle، كل الكومبوننتس دول بعتبرهم vehicle، واضيف ايه عليهم medicinal substance كمان. تمام. طيب عارفين يا الكلام ده تاخدوه في فارماسيوتكس 2 الترم الجاي ان شاء الله. إن زي الفازلين، الفازلين بس ده ممكن استخدمه لوحده، وممكن اضيف ماده فعاله عليه زي ما هنشوف الترم الجاي ان شاء الله. نفس الفكره هنا في الجليسرين اوف ستارش او الستارش جليسرايدز. طيب عندي التايب الثاني من او الاكزامبل الثاني من الاوفيشال جليسرايدز، البوريك اسيد جليسرايدز او الجليسرول اوف بوريك اسيد، وده بستخدمه از انتي بكتيريال. ممكن اعمل له دايليوشن ويز جليسرين، وفي الحاله دي هستخدمه كأنتي سيبتك as throat paint. يعني ايه throat paint؟ لو في او في حالات الثروت انفكشن او السور ثروت بيبقى فيه زي برش او فرشه مع البوريك اسيد جليسرايدز، وبتحطها في السوليوشن وتبدا تعمل ايه برش او بينتنج على الايه على الجزء اللي فيه انفكشن او فيه مشكله. عندي جليسرول اوف تانيك اسيد اكت از استرينجنت في تريتمنت اوف سور ثروت، بيبقى فيه انفكشن فانا عايز حاجه اكت از استرينجنت قابض عشان تقلل لي السيرفس اريا اوف ايه انفكشن. ممكن اعمل لها دايليوشن ويز ووتر، وفي الحاله دي ممكن استخدمها في التريتمنت اوف ستوماتايتس، قلنا الكلام ده المحاضره اللي فاتت، يعني ستوماتايتس، فارينجايتس، تونسيلايتس اللي هو التهاب الحلق، التهاب اللوز، الكلام ده كله، ستوماتايتس اللي هو الانفلاميشن اللي في الميوكوس ممبرينز اللي موجوده في الماوس والليبس. طيب عندي كمان جليسرول اوف فينول، بالتحديد بيبقى 10% اوف فينول ان جليسرين، act as antiseptic وبستخدمها as air drops. طيب نيجي لي الدوزج فورم اللي بعد كده اللي هو الاليكزيرز. خلاص كده احنا خلصنا الجليسرايدز، هندخل على الالكوهوليك اور هيدرو الكوهوليك اللي هما السولفنت عندي يا اما بيبقى ايثانول او ايثانول ووتر.
دول بيشملوا الاليكزيرز والتنكتشرز والسبيريتس. مهم قوي تعرف الفرق بينهم وتعرف النسب الاوفيشال اوف ايثانول اللي بستخدمها فيهم. تمام. طيب عندي الاليكزيرز هي عباره عن كلير بليزنتلي فلافرد سويتند. المهم جاي بقى هيدرو الكوهوليك ليكويدز، يعني عندي هنا السولفنت ايه؟ ووتر بلس ايثانول، انتندد طبعا فور اورال يوز. اشهر اليكزير موجود عندنا في السوق هو البرونشيكم اليكزير. ممكن الجزء ده من المحاضره انت تعتقد كده او تحسه مش مبلوع شويه، خصوصا ان الدوزج فورم دي زي ما قلت رير دوزج فورم، نادر قوي ما هتلاقيها في الصيدليه، او لو لقيت هتلاقي واحد صنف اتنين بالكتير قوي من كل دوزج فورم، بس لازم نكون فاهمينها كويس جدا وعارفينها. طيب المين انجريدينتس في الاليكزيرز الايثانول والووتر، خلاص. ممكن اضيف جليسرين، سوربيتول، بروبايلين جلايكول، فلافرنج ايجنتس، بريزرفاتيفز، سيربز، كل ده ممكن اضيفه فين في الاليكزير. الجزء المهم برضو مهم تعرف الالكوهوليك كونتنت بضيف كام، كام في الميه. الرينج اوف الكوهوليك كونتنت فروم 3 اب تو 40%. طب ليه بيختلف كده؟ ليه الاختلاف ده؟ ليه مش 20 بس في المية او 30 او 3 او 40؟ ليه مش رقم ثابت يعني؟ due to different water alcohol solubility of each component. انا كل components او كل active ingredients ليها solubility في الووتر والإيثانول، صح ولا ايه؟ ففي substance محتاجة او poorly water soluble فاحتاج نسبة الكحول كبيرة، وفي سبستنس تانية لا محتاج نسبة صغيرة، عشان كده الالكوهوليك كونتنت رينجت بتوين 3 اب تو 40%. من مميزات الاليكزيرز ان البورلي ووتر سوليبل انجريدينتس هقدر ادوبها، هقدر احضر منها سوليوشنز، بس مش باستخدام بقى الووتر، لا باستخدام الايه؟ الايثانول والووتر. يبقى البورلي ووتر سوليبل انجريدينتس ريكوايرد جريتر الكوهول بروبورشن اوف اليكزيرز. تمام. الجليسرين والسيربز بضيفهم ليه؟ الجليسرين والسيرب بيزودوا لي السولابيليتي اوف ميديسينال ايجنت، تمام، بيزودوا لي السويتنس بروبرتس اوف الكزير، بيقللوا لي الفارماكولوجيكال افكت اوف الكحول. طبعا احنا عارفين الالكحول الايثانول لو اتاخد بكميات كبيره بيسبب ايوفوريا وهالوسينيشن، يعني البيشنت كده بيبدا ايه ما بيبقاش مركز قوي يعني، فالجليسرين والسيرب بيقللوا الفارماكولوجيكال افكت بتاع الالكحول. الإليكزير تفضل أو يفضل preferred over aqueous syrups إن هما بيحافظوا لي على البوست ووتر سولبل والألكول سولبل كومبوننت إن وان سوليوشن، إن وان سوليوشن، بس عيبها بس إن هي إيه less sweet، يعني طعمها بيبقى مر شوية مش زي السيرب. لا تاني الجملة دي مش فاهمينها. مميزات الإليكزير عن الأكيوس سوليوشن إن أنا لو أنا عندي، خلي بالك أنا مبقاش عندي مادة فعالة بس بدوبها، لا ده انا بيبقى عندي ماده فعاله وعندي فلافرنج ايجنتس وكالرنج ايجنت وعندي بافر وحاجات كتير قوي، كومبوننتس كتير، فنادر نادر قوي ان انت تلاقي كل الكومبوننتس دي ووتر سوليبل، يعني صعب. فهتلاقي منهم ووتر سوليبل ومنهم الكحول سوليبل، فدول ما اقدرش اعمل منهم اكيوس سيرب خلاص. ليه؟ لان هيبقى في حاجات بتدوب وحاجات ما بتدوبش، فده مش هيبقى سوليوشن او مش هيبقى سيرب. لكن الاليكزيرز حققت لي المعادله الصعبه دي ان هي بتحافظ على الووتر سوليبل والالكوهول سوليبل كومبوننتس دايبين كومبليتلي في ان في السوليوشن. طيب بحضر الاليكزيرز ازاي؟ بجيب الووتر سوليبل انجريدينتس، بعمل ديزولفنج للووتر سوليبل انجريدينتس في جزء من الووتر، وبعمل سوليبلايزيشن للسكروز في الاكيوس سوليوشن، كويس. وبعد كده يبقى تاني بجيب الووتر سوليبل انجريدينتس ادوبها في الميه واضيف السكروز عليهم، بقى كده عندي الاكيوس سوليوشن، وابدا احضر الالكوهوليك سوليوشن اللي فيه الاذر انجريدينتس، او بين قوسين كده اكتب البورلي ووتر سوليبل او البورلي ووتر سوليبل سبستنس، تمام كده. وابدا اضيف الاكيوس سوليوشن على الالكوهوليك سوليوشن بورشن وايز، وفلتر واقلب كل شويه لحد ما اوصل للايه الريكوايرد فوليوم اللي انا عايزه. طيب السكروز هنا دوره احنا عارفين خلاص بيزود الفيسكوستي، بس مشكلته ان هو بيقلل لي السوليبلايزنج بروبرتس او السوليبلايزنج باور اوف ووتر. لا تاني كده مش فاهمين الجزء ده، يعني ايه؟ يعني
عايز يقول لك لما تيجي تحضر الاكيا سوليوشن اللي هو الجزء الاولاني، يعني انت عندك بيكر حطيت فيه ايه الاول؟ جبت الووتر سوليبل سبستنس، المواد الفعاله والحاجات اللي بتدوب في الميه كلها، دوبتها في الميه، وبعد كده ضفت الايه السكروز. اشمعنى قلت كده؟ ليه ما قلتش هات كله والسكروز وكله ودوبهم في الميه؟ ده بسبب الجمله اللي قدامك دي، ان السكروز ديكريز السوليبلايزنج بروبرتس اوف ووتر، يعني هيدوب في الميه تمام كده، ولما يدوب في الميه مش هيبقى عندي فري ووتر ادوب فيها الاذر ايه ووتر سوليبل سبستنس. عشان كده بنقول ان السكروز ديكريز السوليبلايزنج باور اوف ووتر، ديكريز السوليبلايزنج بروبرتس اوف ووتر. يبقى لو بدات بالسكروز دوبته في الووتر، اجي اضيف الاذر ووتر سوليبل سبستنس، لا ممكن الاقيهم ما بيدوبوش. عشان كده السكروز must be added after primary solution has been formed، يعني دوب المواد الفعالة والأثر اكسيبينس الأول في المية، وبعد كده ضيف الايه ضيف السكروز. مهم أثناء تحضير الإليكزير وحتى أثناء الاستورج إن الـ initial alcoholic content أو الـ high alcoholic content maintained constant. لازم عشان كده بنقول لما تيجي تضيف الاكيوس سوليوشن او الاكيوس فيز على الالكوهوليك سوليوشن، مش احنا جينا قلنا في اخر خطوه اد الاكيوس فيز تو الكوهوليك سوليوشن، بنقول الالكوهوليك سوليوشن بريبيرد از او الالكوهوليك كونتنت الهاي الكوهوليك كونتنت مينتيند باي ادينج ذا اكيوس فيز ات او اندر كنترول، مش اي كونسنتريشن وخلاص، ما اضيفش كميات كبيره مره واحده، لان لو ضفت كميات كبيره مره واحده هيحصل دايليوشن خلاص، وبالتالي الالكوهوليك كونتنت اللي انا بادئ بيه النسبه هتتغير. يعني لو بادئ ب 40% نتيجه الدايليوشن ده ممكن تبقى 20%، يحصل بريسبتيشن للبورلي ووتر سوليبل انجريدينت. لا تاني نقول الجزء ده تاني، بيقول مهم قوي اثناء الاستورج واثناء البريبريشن ان انت بادئ مثلا او انت الاليكزير بتاعك ده فيه 30 او 40% ويت بير فوليوم او 40% من الايه من الايثانول. كويس. طيب يحجر ايه او يحصل ايه لو ال 40% دول قال له النسبه دي بقت 20%؟ لا خلي بالك انا مستخدم النسبه دي مش كده، مش راندوم، انا مستخدمها لان النسبه دي هي اللي هتدوب لي البورلي ووتر سوليبل سبستنس، صح ولا ايه؟ فالنسبه دي لو قلت يحصل بريسبتيشن للبورلي ووتر سوليبل انجريدينت. طب النسبه دي تقل ازاي؟ تقل لو انت جيت ضفت الاكيوس فيز وزود كنترول، بدون كنترول حصل دايليوشن، الالكوهوليك كونتنت قل بس يبدا يحصل بريسبتيشن. فخلي بالي من الايه من النقطه دي، لازم الاليكزيرز دايما يكونوا بريليانتلي كلير. طيب وعشان الاليكزيرز فيها ايثانول فيها الكحول، ففرص ان يحصل انكومباتيبيليتيز عاليه. فمثلا فلازم ابقى انا عامل بري فورميوليشن ستاديز مظبوطه، لازم ابقى عارف الفيزيكو كيميكال بروبرتس بتاعت كل كومبوننتس عندي. فمثلا لازم ابقى عندي معلومه، عارف مثلا الكحول او الايثانول بريسبتيت التراجاكنس والاكاشيا والاجار من الاكيوس سوليوشن. فانت لو جيت تضيف الاكيوس سوليوشن على الالكوهوليك سوليوشن اللي هي اخر خطوه في تحضير الاليكزير، والاكيوس سوليوشن كان فيه حاجه من دول بس ترسبه، ما بقاش عندي اليكزير، ما بقاش عندي سوليوشن اصلا. تمام. طيب لو انا جيت ضفت اكيوس سوليوشن برضه وزود كنترول بكميات كبيره على الاليكزير، يحصل بارشال بريسبتيشن للبورلي ووتر سوليبل سبستنس او الالكوهول سوليبل انجريدينتس، هي ده بسبب ايه؟ بسبب ان حصل ريدكشن او ديكريز في الالكوهوليك كونتنت في الفاينل بريبريشن. يبقى بنأكد تاني وتالت ورابع، افويد دايليوشن اوف الكزير، افويد ان انت تغير الانيشال كونسنتريشن اوف الكحول اللي انت بادئ بيها. تمام. ده مثلا اكزامبل للالكزير ديكساميثازون الكزير خلاص، وهي شايفين نسبه الالكحول 5.1% فوليوم بير فوليوم، وادي البامفلت بتاعته وفيها كل المعلومات اللي انت حابب تعرفها. طيب تعالوا بعد كده للسبيريتس او بنسميها ايسنسز، تمام، او زي ما بيقولوا بالبلدي كده اسانس يعني. تمام. هي السبيريتس. طيب السبيريتس هي عباره عن الكوهوليك اور هيدرو الكوهوليك سوليوشن اوف فولاتايل سبستنس، خلاص كده يبقى الماده الفعاله فولاتايل سبستنس. السولفنت ممكن يبقى ايثانول بس او ايثانول وميه، ادي اول لازم تعمل مقارنه لازم بينها وبين الاليكزير. الاليكزير كان ايثانول وميه لازم، هنا لا ممكن ايثانول بس وممكن ايثانول ووتر. الماده الفعاله هناك في الاليكزير مش فارقه، فولاتايل يعني مش فولاتايل، الماده الفعاله عندي عاديه
اكتف كونستيتوانت عاديه خالص، لكن انا عندي هنا الماده الفعاله ايه، فولاتايل سبستنس. الكونسنتريشن اوف الكحول مور ذان 60% هناك من 3 ل 40%، لازم افرق كويس قوي. خلي بالك ان الفولاتايل سبستنس بتدوب اكتر في الايثانول اكتر بكتير من الميه، وعشان كده due to greater solubility of volatile substance in ethanol more than water السبيريتس فيها بيبقى فيها concentration اعلى بكتير قوي، concentration of volatile substance اعلى من الاروماتيك ووتر. ايوه هي شبه الاروماتيك ووتر على فكره. ليه؟ لان احنا في الاروماتيك ووتر قلنا ان الاروماتيك ووتر عباره عن saturated aqueous solution of volatile substance برضو، تمام؟ فيها روز، فيها انايس، صح؟ مش الكلام ده، فيها بيبرمنت، مش ده اللي احنا قلناه؟ بس هنا بيقول لك ايه بقى، ان الفولاتايل سبستانس دي بتدوب اكتر في الالكول اكتر من الووتر، عشان كده السبيرتس بقدر اضيف فيها، بقدر اعمل لودنج لكميات اكبر من الايه، من الفولاتايل سبستانس. ممكن استخدمها انترنالي فور ميديسينال فاليو، ممكن استخدمها اكسترنالي، ممكن استخدمها باي انهاليشن، لكن معظم استخدامات السبيرتس used as flavoring agent زي ما كنا بنقول في الاروماتيك ووتر، يبقى تشبه اكتر الاروماتيك ووتر. خلاص طيب لازم تفهم الفرق. طيب الفلافرنج ايجنتس او السبيرتس بتديني convenient mean ready means of obtaining volatile oil in proper quantity. طبعا بقدر اعمل extraction volatile oil في كمية او في volume انا عايزه، البيشنس يقدر يستخدمها زي ما انا عايز، ممكن اضيفها اصلا على other dosage form as flavoring agent. يبقى السبيرتس ممكن استخدمها في الفورميوليشن اوف اروماتيك ووتر اصلا، يعني ديبند بقى ان الايثانول والووتر ماسبل، فاقدر استخدم السبيرتس الاول اعمل اكستراكشن وسولوبلايزيشن لكميه كبيره قوي من الفولاتايل سبستنس واكمل بمي، فممكن استخدم السبيرتس ان فورميوليشن اوف اروماتيك ووتر اور اذر فارماسيوتيكلز اللي محتاجه ايه، ديستينكت فلافر. تمام السبيرتس مهم ان انا اعمل لها ستورج، طبعا اهتم بالستورج زي ما قلنا في الاروماتيك ووتر، في تايتلي لايت ريزيستنت كونتينر وفي كول بليس، وبسبب ان هي فيها نسبه كبيره اب تو 60% من الايثانول لازم كيبت اواي فروم ان اوبن فليم عشان ما يحصلش اي مشكله. طيب بنحضر السبيرتس ازاي؟ بريباريشن اوف سبيرتس، عندي اول حاجه السمبل سوليوشن هو ده الموست كومن ميثود، ان انا بجيب الاكيوس انجريدينتس بدوبهم في الميه، والفولاتايل اويلز بدوبهم في الايثانول، وبضيف الاكيوس سوليوشن جراديولي على الالكوهوليك سوليوشن، وست اسايد فور 1 داي 24 اور، وابدا اعمل فلتريشن. طيب هنا عندي ودي معلومه لازم تعرفها، لما باجي اعمل اكستراكشن تمام، لان الطريقه الثانيه احنا قلنا الطريقه الاولى ايه، سمبل سوليوشن، الطريقه الثانيه اسمها ايه، سوليوشن ويز ماسريشن، والماسريشن ده يعني نقع، طرق من طرق تحضير او طرق من طرق الاكستراكشن. لما اجي اعمل اكستراكشن من بلانت، عايز اعمل اكستراكشن للفولاتايل سبستنس فبنقعه كده بشكل معين، فعشان نفهم الماسريشن لازم نشوف بقى بقيه الطرق الاكستراكشن. يبقى انا عندي عشان اعمل اكستراكشن لماده فعاله من بلانت، ممكن باي ماسريشن نقع، باي بيركوليشن، ودي خلاص اتكلمنا عليها واحنا بنحضر السيرب، ودي طريقه من طرق تحضير السيرب اللي هو الترشيح، انفيوجن والديكوكشن، ودول المفروض تاخدهم في الكوجنزي، الفرق بين الانفيوجن والديكوكشن. طيب في الانفيوجن المينستروم، يعني ايه مينستروم؟ يعني اكستراكتنج سولفنت، يعني السولفنت اللي انا بعمل بيه اكستراكشن، هنا ممكن يبقى كولد اور بويلنج ووتر، هنا في الديكوكشن المينستروم بويلنج ووتر. في الانفيوجن ممكن البلانت، ممكن اعمل اكستراكشن للبلانت لي سوفت ستراكشر زي الليفز، في الديكوكشن ممكن استخدم او يوزد فور بلانت ويز هارد ستراكشر زي الروتس. هنا الدراج كونستيتوينتس كود بي فولاتايل، هنا الدراج كونستيتوينت ماست بي نون فولاتايل، ليه؟ لان المينستروم بويلنج ووتر، فلو فولاتايل يطير. ده الفرق بين الانفيوجن والديكوكشن، لازم تبقى فاهم الفرق بينهم كويس، وهتاخدهم في العقاقير اكيد في الفارماكوجنزي. طيب تعالوا نشوف بقى ماسريشن يعني ايه، وازاي بحضر السبيريتس باي ماسريشن ميثود. في الماسريشن هنا بجيب البلانت اللي هو فيه فولاتايل اويل، فولاتايل سبستنس،
وبقطعه البيسز او بطحنه في صورة باودر، بحطه في فل او في كونتينر واملاه بالمنستروم السولفنت اللي انا بعمل بيه اكستراكشن، واسيبه لمدة ايه 3 ايام او اكتر، كل شوية اعدي اعمله شيكنج. تمام كده، يعني من كل كام ساعة كده ابدأ اعمل له شيكنج، وبعد كده بعد الكام يوم دول ببدأ اعمل كوليكشن للماتيريال، والريميننج اللي هي الباودر بقى او البيسز دي بجمعها اعملها سكويزنج، اعصرها كويس قوي عشان ممكن يكون فيها اي فولاتايل سبستنس، ما سيبش اي حاجه خالص. والاوبتيند ليكويد دوت بعمل له كلاريفيكيشن باي فلتريشن او حاجه اسمها ديكانتيشن، يعني حاجه شبه كده الفلتريشن، بفصل الباودر او البيسز اوف بلانت عن الاي سوليوشن خلاص. والكلام ده كله بيتم ات روم تمبريتشر. ده بالنسبه للسبيريت. طيب تعالوا للتنكتشرز. وفي التنكتشرز هي عباره عن الكوهوليك اور هيدرو الكوهوليك سوليوشن بريبيرد فروم فيجيتابل ماتيريال او فروم كيميكال، مش فارقه كده او كده. زي مثلا لو كيميكال سبستنس هستخدمها زي الايودين والسايمروسال تنكتشر، دول بريبيرد باي سيمبل سوليوشن. سايمروسال ده اكت از انتيسيبتيك ان فاكسين، وبستخدمه كتوبيكال انتيسيبتيك. التنكتشرز ما اقدرش اعملها ميكسنج ويز ليكويد تو ديفرنت ان سولفنت بولاريتي. ليه؟ لان لو جيت ضفت تو سولفنت او ضفت سولفنت مش كومباتبل مع الايثانول، تمام، او الايثانول والميه، يحصل بريسيبتيشن للسوليوت. فور اكزامبل انا عندي او اشهر تنكتشر وموجود في الصيدليه اسمه كومباوند بنزوين تنكتشر. كومباوند بنزوين تكتشر ده بعتبره الكوهوليك سوليوشن. ليه؟ بيقول لك الالكول هو السول سولفنت، هو السولفنت الوحيد، معظم البرنسبل اللي فيه بتكون بورلي ووتر سولبل او الكول سولبل. على طول في لحظه بيحصل لهم بريسبتيشن لما اضيف ووتر، يبقى انا افويد خالص ان انا اعمل دايليوشن وذ ووتر. دايما السولفنت هو الايثانول، هو السول سولفنت. الرينج اوف ايثانول كونسنتريشن من 15% up to 80%. الالكول كونتنت بروتكت اجينست الميكروبيال جروس، اكت از بريزرفتيف، وكمان بيحافظ لي على الالكول سوليبل اكستراكتيف في السوليوشن، او لو عندي بورلي ووتر سوليبل يكونوا برضو دايبين في السوليوشن. الكومباوند بنزوين تينكتشر في الصيدليه موجوده، وهتلاقي ناس بيسميينها صبغه جاوي. دي يوجوالي ابلايد تو ذا سكين اندر ادهيزيف بانداج. ليه؟ لان هي بتحافظ على السكن من اي الرجي. انهيلد ان ستيمز، ممكن كمان البيشنت يعملها انهيليشن فور تريتمنت اوف ازما برونكايتس والكومن كولد. طيب نيجي بعد كده للايثيريال سوليوشنز. والايثيريال سوليوشنز السولفنت عندي ايثرز، زي مين؟ زي الكولوديون، بنسميه كولوديون. يبقى الكولوديونز هي عباره عن ليكويد بريباريشن كونتيننج بايروكسيلين. البايروكسيلين ده هو النيترو سيلولوز، نفس المعنى، في ميكتشر من الايثايل ايثر والايثانول، اهو ايثر. تمام، ممكن استخدم الكولوديون كده بالشكل ده، يعني نيترو سيلولوز دايب في ايثايل ايثر وايثانول، وممكن اضيف عليهم ماده فعاله، عشان كده بيقول لك ويزر وزاوت ايه ادد ميديسينال سبستنس، وهنشوف اكزامبل دلوقتي. ابلايد اكسترنال، يعني ده مش يوزد انترنال الكولوديون. Applied externally by means of soft brush. Soft brush بتبقى موجودة مع الكولوديون أو أي applicator مناسب. تمام؟ الميكانيزم of action إن لما البيشنس بيبدأ يعمل application على السكن لجزء فيه جرح أو small cuts حاجة كده أو abrasion زي اللي قدامك في الصورة، بيبدأ الإيثانول والإيثرز يحصل لهم rapid evaporation ويسيبوا مين thin film of pyroxylene على السيرفس. طيب البيروكسيلين ده بيأكت از اوكلوزيف بروتكتيف فيلم. اوكلوزيف يعني بيمنع لي دخول اي مويستشر اي اتربة اي حاجه في الايه الجرح. اكت از اوكلوزيف فيلم. يبقى الكولوديون ابلايد تو سكين فور بروتكشن اوف سمول كاتس اند ايه اند ابريجنز. الايثر انفلامبل واكسبلوزيف، عشان كده لازم ابعد عن اي اوبن فليم. كمان لازم يبقى الستورج في ويل ستوبرد بوتل. التمبريتشر اللي انا بشتغل عليها not exceeding 30 degrees celsius في airtight container. ادي الفورمولا اللي قدامك، بيروكسيلين ايثر الكول، هو ده الايه هو ده الكولوديون. بيتحضر ازاي؟ بجيب النيتروسيلوز او البيروكسيلين
ودوبهم في ميكتشر من الايثر والايثانول بالكميات اللي قدامك في بيكر وبجلاس رود، ابدا اعمل تشيكينج وترانسفير في ويل ستوبرد بوتل خلاص كده. ولازم مع البوتل ده بيبقى فيه ابليكيتور او ايه سوفت بروش. تمبريتشر اخلي بالي وبدي دايركشن للبيشنت ان هي ما تزيدش عن 30 درجه سيليزيوس. طيب عندي حاجه اسمها فليكسيبل كولوديان، والفليكسيبل كولوديان هو عباره عن الكولوديان العادي يعني نيتروسيلوز او بيروكسيلين دايب في ميكتشر من الايثر والايثانول، وبضيف عليهم 2% كامفر و3% كاستر اويل. ليه؟ الكاستر اويل بيخلي كولوديان فليكسيبل، وبالتالي اقدر استخدمه يبقى في كومفورتبل يوز اوفر سكين ارياز اللي بتتحرك زي الجوينتس والفينجرز والتويز، تمام؟ ما يبقاش ستيف او سوليد كده، لا الكاستر اويل بيخليه فليكسيبل فيتحرك على الايه الاماكن في اللي موفينج بورتس اوف سكين زي الجوينتس والفينجرز والتويز. طب الكامفر بيخلي البرودكت بيخلي الكولوديون ووتر بروف، وبالتالي اقدر استخدمه از كوتنج اوفر بانداج او ستيتشد انسيجنز اللي هو الشاش يعني تو ميك ذيم ووتر بروف وبروتكت ذيم فروم اكسترنال ستريس، بقى في اي ستريس او زي مثلا مويستر كونتنت او اي حاجه او اي او اذر ستريس، وبالتالي ما ياثرش على الايه على البانداج دوت. عندي سلسليك اسيد كولوديون هو عباره عن 10% سوليوشن في سلسليك اسيد في فليكسيبل كولوديون. يعني ايه؟ يعني جايب نيتروسيلولوز مدوبه في ايثايل ايثر في ايثانول وضايف 2% كاستر اويل او 2% كامفر و3% كاستر اويل وكمان ضايف 10% سوليوشن اوف سلسليك اسيد، ده اسمه سلسليك اسيد كولوديون. used for keratolytic effect، يعني لو في نسب عاليه من الكيراتين موجوده في السكين يشيلها لي بسهوله، يعمل لي ريموفال للكورن فروم التويز اللي هي اصابع الاقدام زي ما انت شايف، يبقى بنستخدمه في حالات الهايبر كيراتوزيس. طيب نيجي بعد كده ل الليمنتس، والليمنتس هي عباره عن solutions or mixture of various substance in oil او alcoholic solution of soaps or emulsion may contain preservative. يبقى انا الليمنتس والاولياجينس اللي هي الاوليو فيتامينز بنعتبرها اولياجينس سوليوشن، يبقى مين اللي عندي هنا ايه؟ اويل. ممكن يبقى ليكويد او سيمي ليكويد انتيدد فور اكسترنال ابلكيشن، وده بيبقى مهم مكتوب فيه او على الليبل. الليمنتس ار ابلايد ويز فريكشن اند روبنج على السكن. الاويل والسوب بيز بروفايد فور ايز ابلكيشن او فور ايز اوف ابلكيشن اند مساج، يعني الاويلي لينمنتس اكتر بنستخدمها فور مساج او ان انا اسهل عمليه الابلكيشن. عندي نوعين من اللينمنتس، الالكوهوليك لينمنتس والاويلي لينمنتس. الالكوهوليك لينمنتس مينلي يوزد فور دروب افيشنت كاونتر ايريتنت مايلدلي استرينجنت اند بنتريتنج افكت، تمام كده. هنا يعني كنوع من انواع الايثانول بيزود بنتريشن اوف دراج من خلال الديفرنت سكين لاير اكتر بكتير من الاويلي بيز. طب يعني ايه روبيفيشنت او كاونتر ايريتنت؟ دي عباره عن سبستنس كرييت ايريتيشن او مايلد انفلاميشن في مكان بتزود لي البلاد سيركيليشن ان وان لوكيشن ويز جول اوف ليسنينج انفلاميشن ان انذر لوكيشن. ايه ده مش فاهمين؟ زي بيجي لك بيشنتس يقول لك انا عايز لزقه النمر او لزقه مش عارف ايه، اللزقه دي فيها ايه؟ فيها كابسكم شطه، فهو ظهره وجعه فبيلزق اللزقه دي. طيب هل الكابسكم بيعمل ريليف للبين؟ لا خالص، ده هو بيزود البلاد سيركيليشن في المكان ده فيعمل ريليف للبين. فالفكره كلها تحس ان بيحصل زي ريدنس وسخونه في السكن فيقلل الاحساس بالالم في مكان تاني، ده معناها او ده معنى الروبيفيشنت او الكاونتر ايريتنت. الاويلي ليمنت بستخدمها او مايلدر ان ذير اكشن بستخدمها زي ما قلت لو انا محتاج البيشنت او البيشنت محتاج مساج في منطقه معينه. يوزز از بروتكتيف كوتينج الاويل ليمنت شودنت بي ابلايد، دي بقى طبعا الالكوهوليك ليمنت اكتر، شودنت بي ابلايد تو بروزد اور بروكن سكن فيري اريتيتنج. ليه؟ انت في ايثانول بنسبه كبيره الكوهوليك ليمنت فما ينفعش استخدمها على الايه بروكن سكن. اكزامبلز اوف اوفيشال ليمنت، ليمنت اوف كالاماين ده يوزد از بروتكتيف في حالات الدرماتايتس. وايت ليمنت يوزد از روبيفيشنت بس يعني البيشنتس مش بيفضل مش ديزايربل دوزج فورم بالنسبه للبيشنت. ليه؟ لانه بيحتاج ريبيتد يوز استخدام على مدى طويل، ايفورت في الابلكيشن لازم يرج جامد ويعمل ابلكيشن ورابنج على السكن، ممكن يسيب ستين
واودر على السكين، فده مش مقبول او مش اكسبتبل بالنسبه للبيشنتس. اخر حاجه عندنا الاوليو فيتامينز، والاوليو فيتامينز عباره عن بريبريشن يوزنج فيش ليفر اويل از سولفنت، فيش ليفر اويل دايلوتد ويز فيجيتابل اويل، اور عباره عن سوليوشن اوف فيتامين كونسنتريت في فيش ليفر اويل زي فيتامين اي ودي، تمام كده. والفيتامين دي وفيتامين اي بريبريشن اوفيشال في الناشونال فورمولاري، حاجه كده شبه الفارماكوبيه اتكلمنا عليها قبل كده. الاوليو فيتامين شود بي ستورد ان سمول تايت كونتينر اند بروتكتد فروم لايت. كده احنا خلصنا السوليوشن سواء اكيوس اند نون اكيوس سوليوشن. نبدا بقى المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم على تاني موضوع عندنا او تاني شابتر عندنا، هو ايه؟ شابتر الكولويدز. شكرا.